يا مساء الفل. وماتش بكرة اللي الناس كلها مشغولة بيه، الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، يا ترى كل واحد فيكو حاطط في دماغه تشكيل فريقه؟ الأهلاوي محضر كأنه موسيماني، والزملكاوي محضر كأنه كارتيرون. قول لي بقى في الكومنتات دلوقتي انت اخترت مين للتشكيل، وهنشوف مع بعض يا ترى موسيماني وكارتيرون عاملين حساب بعض كويس وهيلعبوا بحذر تكتيكي، ولا فرقة هتحاول تهاجم وتبدأ تفرض أسلوب لعبها على الفرقة التانية. كل ده اللي هنشوفه بكرة والجواب عليه بكرة إن شاء الله. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وحاول تشير يا سيدي الفيديو على قد ما تقدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تبقاش بخيل قوي كده. نشوف مع بعض بقى النهاردة يا ترى تشكيل كل مدرب ايه. هنبدأ بالنادي الاهلي. موسيماني، انا من وجهة نظر الشخصية طبعا، انا كل واحد طبعا حاطط في دماغه التشكيل معين وطريقة لعبه معينة. انا الطريقة اللي انا حابب ان الاهلي يلعب بيها او موسيماني يبدأ بيها، ان هو يلعب باربعة اتنين تلاتة واحد. اربعة في خط الدفاع هيكون اكرم توفيق يمين، علي معلول شمال، البين الدفاع بدر بانون وايمن اشرف. في نص الملعب السولية وديانج، التلاتة اللي قدامهم هيكونوا الشحات ناحية اليمين، بيرسيتاو ناحية الشمال، ومحمد مجدي قفشة، ويلعب بمهاجم صريح محمد شريف. انت بقى ممكن تعتمد على طريقة 3-4-3 اللي جربها في مباراة الاسماعيلي، اشك ان هو يلعب فيها بمباراة الزمالك. نشوف بقى باتريس كارتيرون هيلعب بأي طريقة والتشكيل المناسب لي. انا كواحد متابع لنادي الزمالك وبحلل ماتشاته، 90% و90% من جمهور الزمالك هيوافقنا الرأي، ابو جبل في حراسة المرمى هيلعب بنفس الطريقة اللي انا عايز الاهلي يلعب بيها، هيلعب باربعة اتنين تلاتة واحد. اربعة طبعا ابو جبل في حراسة المرمى، احنا نسينا نقول حارس مرمى الاهلي 90% الشناوي، وان كنت اشك في وجود الشناوي في حراسة المرمى لانه هو ما تمرنش مع الفريق بعد العودة من الاصابة، افضل انه يبدأ بعلي لطفي لانه اخر مباريات هو اللي في حراسة المرمى. قد يكون عامل نفسي وجود الشناوي، الله اعلم هو هيبدأ بمين، لكن التشكيل من قدام كلنا عرفناه. نروح بقى لنادي الزمالك، ابو جبل في حراسة المرمى، المثلوثي في اليمين، واحمد فتوح في الشمال. الاثنين اللي في عمق الملعب هيكون محمود حمد الونش ومحمود علاء. قدامهم طبعا طارق حامد وامام عاشور، والثلاثي المتحرك هيكون اشرف بن شرقي ناحيه الشمال، احمد سيد زيزو ناحيه اليمين، وفي العمق اوباما. هتقول لي يلعب بمصطفى فتحي؟ ما اعتقدش. مصطفى فتحي وقلت الماتش اللي فات، مصطفى فتحي لعيب افضل تستفيد منه على مركز الجناح سواء ناحية اليمين او ناحية الشمال، حتة عمق الملعب مش بتاعته. المهاجم انا بفضل كراجل متابع لنادي الزمالك يلعب بزياء بالجزيري. الجزيري لعيب بيعرف يتحرك بين المدافعين، تحركاته فيها خطورة، وخصوصا ان عمر السعيد، في ناس هتقولك عمر السعيد يبدأ الماتش، هقولك مع ماتشات الاهلي في وجود طرفين جامدين للنادي الاهلي سواء علي معلول وانطلاقاته مع بيرسي تاو، او الشحات ومن وراه اكرم توفيق، هيكون في تحديد شوية للاطراف بتاع نادي الزمالك. يعني احمد فتوح هيضطر يثبت شوية هو والمسلوسي، فمش هيبقى في الاندفاع الهجومي من نادي الزمالك عشان يلعب عرضيات لعمر السعيد. احنا عارفين ان عمر السعيد لعيب هداف وحاطط جولين اول ماتش وتاني ماتش، ولكن لو تلاحظ الاهداف عبارة عن كرات عرضية وهدر من عمر السعيد. في بداية المباراة استحالة كل فريق هيجازف سواء كان الاهلي او الزمالك، فهيبقى في حذر تكتيكي في نص الملعب، ونص الملعب اللي هيقدر يستحوذ على نص الملعب هتكون ليه الغلبة في المباراة. في حاجات تكتيكية هتحصل بقى، تغيير مراكز من ده شغل بقى لاعبين ومدرب اثناء سير اللقاء. يعني مقفوله ناحيه احمد السيد زيزو يقدر يرحله ناحيه اشرف بن شرقي والعكس، اشرف بن شرقي لو الخط مقفول عليه
بسبب احنا عارفين ان هو هيبقى في مواجهة اكرم توفيق، واكرم توفيق الناحية الدفاعية عنده على الخطوط قوية جدا، خصوصا على لعيب مثلا بامكانيات اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي 90% هيبدأ يهرب للعمق، خصوصا زي ما بقول شجاعة اكرم توفيق قوته البدنية، فهيضطر، ده توقع شخصي مني يعني، اشرف بن شرقي ينزل لعمق الملعب. وبيعملوها كويس هو وسواء كان اوباما في اول مباراة او احمد السيد زيزو، بيعملوا التحرر او اللامركزية بيعملوها بشكل كويس جدا، فاهمين بعض، حافظين بعض، ناهيين الموسم اللي فات نهاية كويسة. فالثلاثي ده هيكون له عامل السحر في نادي الزمالك. اوباما لو فايق هيعمل خطر على نادي الاهلي، خصوصا ان احنا في مشكلة دايما عندنا في قلب الدفاع، سواء كان بدر بنون او معاه ايمن اشرف. ايمن اشرف بيعمل ماتشات كويسة جدا، لكن اوقات كتيرة بتلعب ما بين بدر بنون واكرم توفيق، وزي ما بقولت اكرم طول ما هو على الخط لعيب مش هتعرف تعدي منه، خدته ودخلت لجوه تبدأ تقلق من اكرم توفيق، لعيب راجل ممكن يعمل لك فاول يكلفك كتير على حدود ال 18، وبدر بنون شوية في التغطية اوقات بتهرب منه كده بلغة الكورة، بيبقى يعني ايه مخضوض شوية، فممكن يتلعب عليه خصوصا من اوباما وسيف الدين الجزيري. تحركات سيف الدين الجزيري هيكون لها اهمية كبيرة جدا، وانطلاقات امام عاشور من نص الملعب، طبعا طارق حامد هيبقى عليه واجبات كبيرة جدا، خصوصا لو في حالة واحدة انطلاقات احمد السيد زيزو واشرف بن شرقي واوباما وسيف الدين الجزيري وزاد معهم امام عاشور، هيبدأ يغطي نص الملعب لوحده زي ما بنقول هنشيل الليلة. ولكن الميزة في كارترون في الماتشات اللي زي دي بقى بيعمل ايه، بيوقف الباكين عند نص الملعب، المسلوسي ما بيزيدش ولا هو ولا احمد فتوح، وشفناها في نهاية الموسم اللي فات مع الفرق اللي بتبدأ تضغط على الزمالك وهيبقى فيها عندها سرعات في الاطراف، بيبدأ يثبت الباكين عند نص الملعب، بيواجه من عند نص الملعب، وشفناها اكتر من مرة مع محمد عبد الشافي، وكنت بحترم ده في كارترون. ليه بقول ان محمد عبد الشافي سنه كبر، وانطلاقاته انه يعمل الاسبرنت لنهاية الخط ويرجع يعمل التغطية الدفاعية صعبة، فلفت انتباهي ان اكتر من مرة الاقي عبد الشافي عند نص الملعب. من هنا بدأت اقرا فكر كارترون ان هو بيقوم مثبت الطرفين او الباكين، وبالاضافة لوجود طارق حامد، وبيضموا معاه ثلاثي في نص الملعب، وانت انطلق براحتك بقى، احمد السيد زيزو يعملها من على الطرف، و اشرف بن شرقي ينزل للعمق، امام عاشور يروح ويسدد، سيف الدين الجزيري يتحرك في ظهر المدافعين، كل دي حاجات هنشوفها بكره. ولكن لو اتقفل على احمد السيد زيزو من ناحيه علي معلول، وهي الناحيه اللي معظم فرق الدوري من السنه اللي فاتت بتلعب عليها، بتلعب دايما ورا علي معلول، عشان كده حتى لاحظنا ان موسيماني في بدايه الدوري لعب بثلاثه اربعه ثلاثه، و يعني هي خطة مستبعدة انه يلعبها مع الزمالك لانه مش هيجازف ويبدأ بالانطلاقات دي، ولكن كان كل الغرض منها هو تأمين جبهة علي معلول او ظهر علي معلول بوجود ايمن اشرف في الناحية دي، ويرجعوا يبقوا خمسة، الطرفين يرجعوا مع الثلاثي بتاع خط الظهر يبقوا خمسة في خط الدفاع. ده كل اللي انا بتكلم فيه كلها مجرد توقعات شخصية، انت برضو شاركني فكرك وقول لي هل الزمالك هيلعب بالطريقة اللي انا قلت عليها 4 3 او 4 2 3 1 هي نفس خطة النادي الاهلي، ولا هيبقى فيه يعني عامل المفاجأة وان فرقة تلعب او تفاجئ، ولو ان زمن المفاجآت ده ما عادش في الكورة، كان زمان كده في التسعينات يعني يقول لك اصابة لاعب في ميران قبل المباراة المهمة او المرتقبة وخلاص، والناس تطلع والصحف، ما كانش بقى ايامها بقى السوشيال ميديا ولا مواقع والجرايد والصحف تكتب ان في مثلا اصابة فلان او غياب فلان عن القمة، ويبدأ كل مدرب يفكر ازاي هيعدل طريقة لعبه على غياب العنصر ده او وجود عنصر زي ما بنقول ايه ورقة رابحة، او يعني بيكون مفاجأة اللقاء. كل فريق عنده امكانياته. النقطة اللي هنتكلم عليها يعني قبل ما منهي الحلقة كده على السريع، وهي دكة البدلاء. دكة البدلاء في كل فريق هيكون لها دور في يا الحفاظ على نتيجة ان هي تكون فوز، او تعديل نتيجة اللي هي لا قدر الله تكون هزيمة فريق من الفريقين. طبعا انا بتكلم بلغة كل مشجع سواء اهلاوي او زملكاوي، لابس تيشيرت الاهلي
بشجع النادي الاهلي، ولكن بتكلم مع نادي الزمالك او عن نادي الزمالك بكل احترام وبكل ود، لان معظم اصحابي زملكاويه. مفيش علاقه احسن من الاخوه والصداقه والصحوبيه وكل حاجه حلوه. ماتش كوره هنفرح ونحفل ونضحك ونهزر، ولكن دون الاساءه لحد او نغلط في حد. كده الدكه هيكون لها دور في كل فريق. انت كمشجع اهلاوي او كمشجع زملكاوي قول لي رايك، مين هي العناصر اللي ممكن تفيد من على الدكه، وايه هو التشكيل المتوقع من وجهه نظرك؟ بانتظار رايكم في الكومنتات ان شاء الله. واتمنى الروح الرياضيه بعد الماتش ايا كانت النتيجه، فوز اي من الفريقين او التعادل، نطلع بكل روح رياضيه نقول مبروك وهارد لك، وافرح يا سيدي واضحك وهرج على فريقك او مع فريقك، ما تغلطش في الفريق المنافس. اتمنى من كل اللي بيتابع يقدر يشارك الحلقه على مواقع التواصل الاجتماعي، ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يتلقى الإشعارات ويوصله كل جديد، ويقول لي رأيه، يدخل كده يتصفح في القناة ويقول لي رأيه في تحليل الدوري الإنجليزي أو الدوري المصري، ويفيدني أو يوجهني لو في عندي تقصير أو حاجة أقدر أعدل عليه إن شاء الله.